بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق أن يرحب بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستعرض فيه جانبا من تاريخ العمل المناهض للعملية السياسية في العراق. ففي 15 من الشهر الثامن من عام 2015 للميلاد أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق مبادرة مشروع العراق الجامع الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة، في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى والأهداف المناهضة للعملية السياسية، ولإعادة تسليط الضوء على فحوى هذه المبادرة ومقتضياتها ومآلاتها. يطيب لنا أن نستضيف في هذه المحاضرة مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، الذي يحدثنا عن لمحات من هذه المبادرة وما يتعلق بها، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء في الذكرى السابعة لإعلان مبادرة مشروع العراق الجامع. كما ذكر الأخ مدير الندوة ومدير المحاضرة، هذه المبادرة انطلقت في عام 2015 لأسباب عديدة اقتضتها الظروف في تلك المرحلة، واليوم نستذكر بعض ما جاء في هذه المبادرة فضلاً عن الظروف التي حاطت بها وقتها والتطورات التي شهدتها بعد ذلك، ولا سيما في سياقات العمل الوطني المناهض للاحتلال في السنوات بين 2015 والآن هذه السنة التي نحن فيها. المبادرة أعلنت يوم 15 آب، وكان إعلان هذه المبادرة بعد تحضيرات على مدى أشهر. أول إعلان عن هذه المبادرة أو عن فكرة المبادرة كان في شهر حزيران من عام 2015، يعني كان في ذكرى ثورة العشرين أو قريبا من ذكرى ثورة العشرين. كان هناك تنويه بأن هيئة علماء المسلمين تدرس طرح مبادرة ومشروع للعمل الوطني المناهض للاحتلال، ثم جرت بعد ذلك مشاورات مع عدد من القوى المناهضة للاحتلال والشخصيات الوطنية المستقلة، فضلاً عن شخصيات غير عراقية، شخصيات عربية وغير عربية ممن معنية بموضوع التصدي للاحتلال في العراق والعمل مع القوى المناهضة للاحتلال، والتي عملنا معها في مشاريع ومبادرات ومؤتمرات سابقة. عرض الأمر بعد ذلك على الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين لمناقشة مسودة المبادرة، لأنه الأمانة العامة عندما أعطت الضوء الأخضر بالموافقة عليها كلفت القسم السياسي ذلك الوقت لإعدادها، وتولى مهمة الإعداد بشكل رئيس الدكتور محمد بشار الفيضي وأنا. وعندما اكتملت المسودة عرضت على اجتماع للأمانة العامة هنا في عمان، وتمت مناقشتها يعني بندا، ثم تم إقرار النص النهائي للمبادرة. على ضوء ذلك شكلت لجنة تحضيرية للإعداد لإعلان المبادرة، وهذه اللجنة قامت بأمور إدارية تقتضي يعني تقتضيها هكذا إعلانات، وأيضا أمور أخرى تمخضت أخيرا عن دعوة عدد كبير من الناشطين سواء كانوا من القوى المناهضة للاحتلال أو القوى الساندة لها عربيا وغير عربي، وتمت دعوتهم هنا إلى عمان، وعقدت جلسة الإعلان، وحضرها عدد كبير من أبناء الجالية العراقية في الأردن وممثلي القوى المناهضة للاحتلال، فضلا عن الضيوف من خارج العراق. وأعلنت المبادرة، ثم جرت نقاشات بعد ذلك بين الضيوف وأعضاء الهيئة الذين أعلنوا المبادرة، وقد كانوا الدكتور محمد بشار الفيضي والدكتور يحيى الطائي والدكتور عبد الحميد العاني وأنا.
ثم بعد ذلك أعلنت المبادرة للرأي العام من خلال وسائل الإعلام أولا، وثانيا من خلال نص المبادرة التي طبعت بعد مدة قصيرة في هذا الكتيب بأربع لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية. هذا من حيث السياق العام لظروف المبادرة وإعلانها. لدينا نقطة أخرى هي ماذا تتضمنه هذه المبادرة، والنقطة الثالثة والأخيرة هي بيان تفاصيل الشروع في تطبيق هذه المبادرة من خلال عمل جماعي مع عدد من القوى المناهضة للاحتلال، وإلى أين وصل هذا العمل، ولماذا توقف في مرحلة ما، وماذا حصل بعد توقفه. المبادرة إخواني واضح من اسمها، مبادرة هيئة علماء المسلمين في العراق، مشروع العراق الجامع، الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة. فهي أول المشروع، ليست فكرة عابرة، وإنما مشروع تم بناء على فكرة، على إرادة، على عزم وتصميم من أجل المضي فيه، وجاء أيضا بعد سنوات طويلة من العمل الوطني وليس وليد اللحظة. ثم المبادرة من عنوانها ليست مقتصرة على العراق فحسب، وإن كانت تعالج العراق كموضوع رئيس لها، وإنما كانت أيضا حلا مناسبا لإنقاذ المنطقة. قد يرى بعضهم بأن الموضوع أوسع من أن تحويه أو تعالجه مبادرة عراقية، ولكن وجهة نظرنا بأن ما جرى في المنطقة هو بسبب احتلال العراق، فإذا حلت المشكلة في العراق تحل مشاكل المنطقة المتعلقة بالقضية العراقية. أما القضايا المزمنة كالقضية الفلسطينية فهذه تحتاج إلى جهود وحلول أخرى. فإذا الحل في العراق يستلزم أنه تحل مشاكل أو أكثر مشاكل المنطقة. ماذا جرى بعد ذلك؟ أنه لهذه المبادرة التقطت من خلينا نقول دول المنطقة لم يتم التباحث معنا بالشكل الكافي في هذا الموضوع، أو نظر لها على أنها مشروع لإحدى القوى، مشروع خاص، مع أنه المشروع عام، لكن لابد أن تبادر جهة في هذا السياق. فما بالك إذا بادرت جهة وفاتحت جهات أخرى من القوى المناهضة للاحتلال ودعتها إلى أن يكون هذا المشروع مشروعا مشتركا، وهذا وارد في صلب المشروع كما سنرى بعد قليل. فجرى ما جرى في المنطقة العربية بعد ذلك، يعني كل المشاكل التي نعاني منها الآن هي جرت بعد إعلان المبادرة، يعني بعد عام 2015، وتحديدا بدأت المشاكل في عام 2017. فأكملت هذه المشاكل السابقة الناشئة عن احتلال العراق، الاحتلال الأمريكي أولا ثم الاحتلال الإيراني ثانيا. المبادرة طبعا تتضمن توطئة، وتتضمن أيضا ذكر دواعي المبادرة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى بيان فحوى المبادرة، وأخيرا تنتهي إلى خلاصة ودعوة. فإذا جئنا على التوطئة، تتحدث التوطئة عن الظرف الذي كان يمر به العراق حينها، وهو نفس عين الظرف الذي نمر به الآن، وأن العراق يمر بمنعطف فاصل في تاريخه المعاصر، وما زال يمر بهذا المنعطف، إلى الآن هو في المنعطف لم يستدر استدارة كاملة. ومن منطلق المسؤولية الشرعية لهيئة علماء المسلمين في العراق وأثرها في الجهد الوطني في السنوات الماضية من عمر العراق في ظل الاحتلال، والثقة الكبيرة التي منحت لها من قبل كثير من العراقيين، واستجابة للمناشدات التي تصلها بين حين وآخر، قامت الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتواصل مع القوى المناهضة للمشروع السياسي في العراق والهيمنة الأجنبية عليه بمختلف التوجهات، لتدارس ظروف المرحلة الحالية ومتطلباتها، والسعي الجاد والحثيث لإرساء أسس التوافق من أجل العمل على إحداث التغيير في العراق الذي ينهي مأساة الشعب. إذن في التوطئة تقول الهيئة أنه عليها مسؤولية شرعية، دائما نقول شرعية ما نقول دينية، تعرفون الفرق. هذا أولا. وثانيا أثرها وعملها في الجهد الوطني، فهي مشاركة في الجهد الوطني منذ بداية الاحتلال إلى عام 2015، بل كانت تقود هذا الجهد الوطني في السنوات الأولى من الاحتلال عندما كانت الساحة خالية للأسف من الجهد السياسي وليس الجهد المقاوم. والأمر الثالث استجابة للمناشدات، يعني الهيئة ما هكذا فكرت
بالمبادرة، رغم أنه هذا التفكير قائم في صلب أهداف الهيئة في نظامها الداخلي، وأنها تقترح الأفكار بين مدة وأخرى كما سنرى بعد قليل. لكن في تلك المرحلة كانت هناك مناشدات كثيرة جدا للقيام بعمل ما. قد تتساءلون لما في عام 2015، لماذا في عام 2015 كثرت المناشدات بل زادت؟ في عام 2015 شهدت مرحلة انتقالية في عمر الهيئة، لأنه عام 2015 شهد وفاة الأمين العام الثاني للهيئة الشيخ حارث الضاري رحمه الله، وبداية مرحلة جديدة من العمل الوطني بغياب هذه الشخصية الوطنية الفاعلة التي كان يجتمع حولها الجميع أو أغلب القوى المناهضة للاحتلال. بغيابها من الساحة كان الأمر يقتضي من الهيئة أن تقول أننا ما زلنا على خطه، على منهجه، أننا لن نحرف، لن نغير، لن نعدل، لن نفكر بأفكار أخرى، لن نحاول الاقتراب من العملية السياسية، وأن الذي بناه الشيخ حارث الضاري ما بناه وحده، وإنما بناه إخوانه في الهيئة، بدءاً من أمينها العام الأول الدكتور محمد عبيد الكبيسي، ثم هو وإخوانه في الأمانة العامة ومجلس الشورى. وقطعت الهيئة مراحل طويلة في هذا العمل وكبيرة، وخاضت تحديات خطيرة داخل العراق وخارج العراق، ولم تهادن ولم تسلم ولم تساوم ولم تفكر يوما من الأيام بأن تلقي سلاحها وأن تعيد النظر في أهدافها وأولوياتها، بل كانت تطرد، أقول بكل صراحة وبين قوسين استخدم مصطلح شرعي، كانت تطرد الخبث منها مدة بعد أخرى. كلما فكر شخص أو مال إلى رأي معين تقول له هذا رأيك، نحترم الآراء، لكن لا مكان لك داخل الهيئة. الهيئة لها ثوابتها ولها ضوابطها ولها سياقاتها التي يلتزم بها حتى كثير من أنصارها ومحبيها والمتعاونين بها معها، فما بالك بأعضائها. فالمناشدات كثرت، بل والتساؤلات، وللأسف كانت هناك تشكيكات من أقارب وأباعد في أن الهيئة ستنهج نهجا جديدا، أو أن الهيئة قد تراجع نفسها، أو أن الهيئة انتهت، أو أن الهيئة ضعفت، وما إلى ذلك. الأمر الرابع هو إضافة إلى ما تقدم من مسؤولية شرعية وأثر في الجهد الوطني ومناشدات، كان ظرف المرحلة يحتم تحريك العمل الوطني في الساحة، إعادة النشاط له، بعث الهمة فيه، ثم أيضا اختبار، أقولها بكل وضوح وصراحة، اختبار المقولات الشائعة في الساحة عن وحدة العمل الوطني وضرورة التنسيق وضرورة الجبهات وضرورة إعادة التجارب السابقة، على ضوء فشل تجربة أخرى اللي هي تجربة المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي، كانت تجربة ناجحة لسنوات ثم بعد ذلك يعني أيضا انزوت وانتهت بسبب ظروف للأسف خارجية وليست داخلية لا علاقة لها بالشأن العراقي. أيضا التوطئة تنتقل إلى بيان جهود الهيئة، بما أنه تدعو إلى مشروع جديد، هل هذا المشروع ولد هكذا من فراغ أم له خلفية، أم أن هناك جهود سابقة اعتمدت عليها الهيئة في بناء هذه المبادرة؟ طبيعي أن الجهود كثيرة جدا، لن أقرأ وإنما سأعرض لكم بشكل سريع بعض هذه الجهود. أولا، هذه كلمة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور حارث الضاري في مؤتمر الوفاق الوطني بالقاهرة سنة 2005، ومعها في نفس الكراس كلمة الدكتور محمد بشار الفيضي أمام اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفاق الوطني سنة 2006. تعرفون أن المؤتمر الوفاق الرئيسي 2005، ثم اللجنة يسموها اللجنة التحضيرية 2006 اللي حضرها دكتور محمد بشار الفيضي وأنا نمثل الهيئة. فجمعنا الكلمتين في هذا الكراس لأنهما تبينان الخطوط العامة لرؤية الهيئة السياسية، وهذه وثيقة ثانية وثالثة وليست أولى. الوثيقة الأولى إذا تذكرون هي الميثاق الوطني العراقي، مشروع الميثاق اللي طرحته الهيئة في عام 2004،
بناء على ميثاق المؤتمر الوطني والتأسيسي، فهي في كل مرحلة تتبنى فكرة عامة مشروعا هادفا يؤسس على ما تقدم. وطبعا ضمن إصدارات الهيئة الإصدار الخامس، مباشرة بعده صدر الإصدار السادس بعنوان المشروع الوطني المناهض للاحتلال البديل على العملية السياسية الحالية. هذا طبعا ضم ماذا؟ ضم هذه الكلمة، كلمة الشيخ خالد الضاري أمام مؤتمر الوفاق، وضم معها أول مشروع يقدم للجامعة العربية من القوى المناهضة للاحتلال. عندما زار الجامعة العربية وفد من هذه القوى يضم 5 أشخاص، كنت أنا أمثل الهيئة فيه، وعرض مشروع متكامل على الأمين العام لجامعة الدول العربية وقتها في شهر 12/2004. ابتنى هذا المشروع على فكرة جدولة انسحاب قوات الاحتلال، مشروع الهيئة الأول الذي قدمته الأخضر الإبراهيمي في شهر شباط عام 2004. وهذا فيه تفصيلات، إن كانت هنا عموميات تقتضيها طبيعة الحال فهنا تفصيلات حتى عن المرحلة الانتقالية وطبيعة هذه المرحلة وكيف تدار وشكل الحكومة أثناء وموضوع الانتخابات وموضوع كتابة الدستور وما إلى ذلك. في عام 2009 وجدنا بأن الفرصة مناسبة للتذكير بالمشروع الوطني وبالجهود التي بذلت فيه، بداية من خطة الجدولة ثم المؤتمر الوطني التأسيسي ثم ميثاق الهيئة اللي طرحته في عام 2004 ثم مؤتمر الوفاق في القاهرة وما تبع ذلك. فصدر هذا الكتاب هيئة علماء المسلمين والمشروع الوطني مع مدخل مهم في مشاريع الإنقاذ. هذا يعرض تاريخ جهود الهيئة في هذا المجال ويعرض فكرة عامة ويوثق أيضا لهذه المشاركات من خلال بعض الصور والمحاضر وما إلى ذلك. فهذه الكتب متكاملة أحدها يطلب الآخر. في عام 2015 طرحت المبادرة وأيضا طبعت في هذا الكتاب. دواعي المبادرة، الهيئة تقول هنا بأنه نحن نعلم تماما صعوبة إقامة جبهة وطنية عريضة في ظل هكذا الظروف، والحديث عن عام 2015 وما زالت الصعوبة قائمة إلى الآن، لأن الجبهة الوطنية العريضة تقتضي أولا أن تضم كل القوى المناهضة للاحتلال. ما دامت تؤمن بأن هذا احتلال وينبغي تحرير العراق فالأصل بأنها تجتمع تحت إطار ما، تبقى التفاصيل والاجتهادات الداخلية أمر معروف ومعلوم فيها كذا تجمع، أو غالب إن لم يكن كل. في عام 2015 كانت الصورة تقول من الصعب جدا أنه نجمع هذه القوى. لما؟ لأنه للأسف جرت تجارب سابقة فشلت ومحاولات عديدة وئدت ولأسباب غير معلومة غير معروفة، ولا سيما من القوى الكبرى المناهضة للاحتلال في الساحة العراقية التي لا تختلف على الهدف على الغاية على المبدأ على ثوابت العامة للعمل، ولكن يبدو أن هناك أمورا ما كنا ندركها إدراكا كافيا قد تتداخل فيها العوامل الذاتية والشخصية أكثر من العوامل الموضوعية. فإذا كنا نؤمن ومع ذلك أقدمنا على المبادرة. فذكرنا الدواعي، أول داعي من دواعي المبادرة هو أن هناك معاناة طويلة من تغول الحكومات المتعاقبة وأجهزتها القمعية ومصادرة حق الشعب في المطالبة بحقوقه واحتجاجه على السياسات الفاسدة. وذكرنا اضطرار الشعب العراقي للقيام بتظاهرات يعني والاحتجاجات الكبيرة جدا بدءا من 15 شباط 2011، وانتقالا إلى كل التظاهرات اللي صارت إلى أن وصلنا إلى 23/12/2012 اللي فتحت حقبة الاعتصامات والاحتجاجات في المحافظات المنكوبة المحافظات الست على مدى عام 2013. ثم استعرضنا ماذا جرى لها من قمع على يد نوري المالكي في عام 2014، وكيف أنه هذا القمع بدأ يزرع عوامل الإحباط في نفوس كثير من الناس ولا سيما بعد التجربة المؤلمة التي حصلت وقتها. ثم الداعي الثاني قلنا هو توريط الشعب العراقي في حرب دموية لا ناقة له فيها ولا جمل، ينزف خلالها أبناؤه دما عزيزا وفقدوا في وارها قوتهم يوما بعد يوم، ولا أحد يدري لما هذه الحرب ومن المستفيد منها. ونقصد بها الحرب ما يسمى ضد الإرهاب
التي عقبت أحداث عام 2014 وما جرى في الموصل وصلاح الدين والفلوجة وكركوك وغيره، التي اتخذت ذريعة لتصفية الوجود الوطني. هذه كلها بعد ذلك في عام 2015 لما عينت المبادرة، كانت الناس بحاجة إلى بعث أمل، إلى إعادة خلينا نقول الروح لهم، إلى تطمينهم بأن ما جرى هي مؤامرة كبيرة عليكم، وأن هذه المؤامرة لا تقتضي منا الانقسام إلى طرفين أو جبهتين. أن العدو الحقيقي ليس الإرهاب، الإرهاب عدو من الأعداء اللي يعني يؤرقون العراق والمنطقة والعالم، ولكنه في الحالة العراقية ليس هو العدو الأول. هذه محاولة لخلط الأوراق، العدو الأول أمريكا، العدو الثاني إيران. الإرهاب أداة أصبحت من الأدوات المستخدمة في الساحة العراقية لتبرير كثير من الأفعال. فإذا كانت المبادرة لانتشال العراق عموما، ومن شارك في هذه الاحتجاجات على مدى سنة كاملة من حالة الإحباط التي كانت تحاول وسائل إعلام كثيرة وقوى سياسية زرعها وتمكينها في نفوسها. الداعي الثالث أنه أصبح من المسلمات أن النظام السياسي القائم في بغداد لا يمثل العراقيين جميعا، أي مسلمة لنا منذ بداية الاحتلال، ولكن سنة بعد سنة تظهر، خاصة بعد بداية عهد المالكي الأول والثاني ثم قمعه للمظاهرات بهذه القوة وهذا العنف، سواء كان في الرمادي في الأنبار أو في الحويجة قبل ذلك، هذه الجريمة البشعة الكبير التي يحاول الإعلام الحكومي وغيره التغطية عليها، فضلا عن جرائم أخرى كثيرة جدا. فما جرى إذن من عملية سياسية ومدعية من دستور، كل هذه الأمور هي لا تمثل العراقيين، وقد بدأ يعلو صوت العراقيين الآخرين يعلو كثيرا بعد هذه الأزمات، وبدأت تتضح الأمور بأن النظام السياسي هو يعني مشكلة لكل العراقيين وليس لفئة منهم أو مكون منهم وما إلى ذلك، لأنه بدأ الأذى يطال العراقيين جميعا. الداعي الرابع أنه على مدى 13 سنة في ذلك الوقت كانت 13 سنة أكو فشل مطبق للعملية السياسية، هذا الفشل ما زال قائما إلى اللحظة. إذا كانت الدواعي في عام 2015 بأن هذا النظام السياسي ينبغي أن يقتل على أنه فاشل، فما بالكم اليوم بعد 6 سنوات أو 7 سنوات من إعلان هذه المبادرة. الداعي الخامس هو اندلاع الصراع بين مكونات العملية السياسية. بدأ الصراع واضح، كان الصراع أحيانا مبطن تحت الطاولة، الموازنات السياسية والمصالح الخاصة تحكم هذا الصراع، لكن بعد ما جرى في عام 2014 بدأت الأمور واضحة بأن الصراع بين القوى السياسية حتى المتحالف منها تحت راية هذا المكون أو هذه الطائفة أو هذا المذهب أو هذا العرق قد بدأ، وأن الصراع هذا سيوصلنا إلى نتائج وخيمة، وهذا ما حاصل هو الآن، لأن الصراع على أشده، لأن لا نحتاج يعني هذا الكلام كأننا نتنبأ، كأننا بدنا نستشرف، حقيقة استشرفنا. الآن الصراع على أشده بين أبناء التيار السياسي الواحد، القوة السياسية الواحدة، الكتلة السياسية الواحدة التي صادرت حق العراقيين في يعني في عمل سياسي حقيقي، في عيش حقيقي، في نجاة من المأساة التي كانوا يعيشونها. الداعي السادس هو فشل كل المحاولات الدولية والإقليمية لوقف لتخفيف الأضرار وإصلاح الخلل. هذا إذا يعني قلنا أن هناك فعلا مبادرات حقيقية، لا مبادرات دولية ولا إقليمية ولا عربية جادة استطاعت أن تقوم بما ينبغي أن تقوم به، بدءا من مؤتمر القاهرة العام 2019 لما كثر الحديث عن ملء الفراغ، وبدأت الجامعة العربية تحذر من ملء الفراغ العراقي بعد انسحاب قوات الاحتلال، وانتهاء إلى لحظة فارقة جدا في تاريخ العراق هي الاعتصامات والتظاهرات الكبيرة اللي حققت أمور. الأمر الأول أن الشعب العراقي ما زال رافضا للاحتلال والعملية السياسية، وأن هذا الرفض ليس مقصورا على عدد من القوى المناهضة للاحتلال ولا على فصائل المقاومة، وإنما الآن 6 محافظات تخرج إلى الشارع بالملايين وتبقى سنة في الشارع تأييدا لحق العراقيين في الخلاص من العملية السياسية، وتعزز التظاهرات اللي جرت 25/2/2011
اللي كانت في 14 محافظة عراقية. إذن العراقيون جميعا ثم 6 محافظات تخرج عن بكرة أبيها وتوصل رسالة أننا ما زلنا هنا، أننا ما زلنا أحياء، أننا ما زلنا فاعلون، أننا ما زلنا إلى الآن ندعم خيار التغيير والمقاومة. كل هذه الفرص لم تقتنصها للجهات الدولية ولا الإقليمية ولا العربية، وأقصد هنا النظام الرسمي العربي، بل أن بعض الأطراف للأسف دعمت أشخاصا في داخل العراق، وهؤلاء الأشخاص استغلوا موضوع الاحتجاجات وركبوا على موجتها وعلى منصاتها، وبدأوا أثناء وجود الناس على الشوارع يفاوضون المالكي على مصالح سياسية وأهداف خاصة. هذه المفاوضات المدعومة داخليا وخارجيا وهذا التنافس أثمر لنا الطبقة السياسية الفاشلة الموجودة الآن. هذه الطبقة السياسية الفاشلة ما أريد أسميها، من اليمين للشمال، كلها وليدة ما جرى في عام 2013 و14. بعضهم قد يستغل يقول شوفها نتيجة الاحتجاجات والاعتصامات، لا، هذه الأعراض السلبية، الأعراض الجانبية، نتيجة إيجابية والحمد لله، لأنه أثبتت وقائع وحقائق كثيرة ذكرتها قبل قليل، لكنها أفرزت عن هذه الطبقة السياسية التي تحكم الآن، خلينا نقول المكون السني تحديدا، طبقا أو طبقة أولا لا علاقة لها بالسياسة، طبقة ثانيا تغلب رأس المال على السياسة، بين قوسين يعني الآن اللي يحكمون هم تجار السياسة. الأمر الثالث أن هذه الطبقة استفادت إلى حد كبير من معطيات العمل الوطني، بل قفزت على ظهر العمل الوطني، والأسماء هنا كثيرة جدا. نعم أزاحت الوجوه القديمة في العملية السياسية من المكون السني وهي أيضا فاشلة، ولكن جاءت بوجوه جديدة ليس همها كما كان يقول المتقدمون أو يعتذرون أو يتحججون نقلل الضرر ما أمكن. الآن ماكو حديث عن تقليل الضرر، أكو حديث عن اقتناص الفرصة، لذلك تجد الصراع على أشده بينهم. الآن هذه كلها تمخضت عمن؟ عن الحالة المرضية التي كنا نعيشها في عام 2015 واللي حاولنا إصلاحها. أيضا هذه الطبقة السياسية الجديدة لها ارتباطات خارجية أقوى من ارتباطات الجهات التي كانت قبلها. الجهات التي كانت قبلها لها ارتباطات، ولكن ارتباطات احنا نختلف معهم طبعا قلبا وقالبا في موضوع العمل السياسي، ولكن الارتباطات كانت قائمة على أساس نوع من المصلحة لتحقيق شيء في البلد، نوع من الندية إلى حد ما. ما كانت الجهات الخارجية تستطيع أن تفرض عليهم، على الرغم من سوءهم واشتراكهم في العملية السياسية وضعف كثير من شخصياتهم، لكن بالمحصلة العامة كانت هناك خطوط معينة. الآن هذه الخطوط غير موجودة أبدا. فالآن البعد الخارجي ولا سيما البعد الإقليمي والبعد العربي الرسمي هو الفاعل في الساحة العراقية، على يد من؟ على يد هؤلاء الآن الذين يمثلون سياسات دول ولا يمثلون سياساتهم الخاصة كما يدعون، يدافعون عن المكون وعن محافظاتهم وعن جمهورهم، ولا بأس أن تكون لهم علاقات مع جهات خارجية، ومطلوبة العلاقات في عالم السياسة، ولكن في ضوء ما تريد، في ضوء أهدافك، في ضوء مصالحك، في ضوء محدداتك، مو تكون أداة مثل الريموت كنترول تشتغل في الداخل العراقي. هذه كلها كانت دواعي هذه المبادرة. نجي على فحوى المبادرة بعد أن بينا وطأنا وبينا الدواعي، ماذا تقول هذه المبادرة؟ بعضهم وقت قال لم تأتي المبادرة بشيء جديد. طيب ومن قال بأننا نستطيع أن نأتي بشيء جديد؟ هي قواعد العمل السياسي معروفة، تجربها، جربتها المرة المبدأ فشل، تجرب مبدأ ثاني في مرحلة لاحقة لأن الظروف تتغير الذاتية والموضوعية. ثم صلب المبادرة كله يدعو إلى قيام عمل جبهوي، وهو العمل أما يكون عمل فردي أو عمل خلينا نقول تعاون وتنسيق مشترك بين قوتين أو ثلاث، أو عمل جبهوي ضم. هذه خيارات العمل السياسي بشكل عام والعمل المناهض أو المعارض بشكل خاص. الجديد فيها أنه تدعو إلى عمل جبهوي عريض بعد كل هالمآسي، بعد كل هالمساوئ،
مرحلة وانتهت. يعني الآن الكتل السياسية يوميا مغيرين الاسم، يعني نفس الحصان نفس هذا بس يغيرون الجلال، ها نفس القصة. طيب إذا ما قال لهم أحد ليش تغيرون وغيره كذا، هي طبيعة الأمور هكذا أنه كل سنتين ثلاث أربعة خمسة تتغير ظروف سياسية داخلية أو خارجية تستدعي طريقة عمل قد لا تكون مفضلة في مرحلة سابقة لكن تفرض نفسها الآن. المهم تقول الهيئة فحوى المبادرة بناء على ما تقدم من دواعي، ترى الهيئة أن المرحلة الحالية بحاجة ماسة جدا لصيغة ما لعمل عراقي مشترك قائم على الوضوح. لاحظوا قائم على الوضوح، نريد نتجاوز مرحلة يعني المرحلة الرمادية اللي كنا نعيشها تلك السنوات. يتيح الجمع بين الرؤى والتوجهات والأفكار المشتركة من أجل إيجاد حلول ناجعة وحاسمة قدر الإمكان، وهي لذلك تعلن من خلال هذا اللقاء عن إطلاق مبادرتها في هذا السبيل تحت عنوان مشروع العراق الجامع، الحل المناسب لإنقاذ العراق والمنطقة. تتضمن المبادرة ما يأتي: واحد، الدعوة إلى لقاءات تشاورية موسعة بين القوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم في العراق لغرض الاتفاق والتنسيق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع وتفعيله. إذن هي لا تأتي بقواعد ونصوص ثابتة، وإنما تدعو القوى المناهضة للاحتلال للاجتماع لبلورة هذه النقاط. طبعا وهذه الفقرة أنجزت، جرت لقاءات موسعة بعد إعلان المبادرة مع كثير من القوى الوطنية والشخصيات المستقلة في العراق، الأردن، في تركيا وفي بعض الدول العربية. ثانيا، الدعوة إلى عقد سلسلة من الندوات الموسعة بين كفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة وقادة الرأي والواجهات الاجتماعية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤى متقاربة ما أمكن. يعني أن القوى المناهضة للاحتلال جميعا وغير المناهضة للاحتلال ممن يقترب خطابه في تلك المرحلة من القوى المناهضة للاحتلال اللي تعاني الفشل السياسي عليه أن تتحاور بينه. يعني هي دعوة للآخرين ودعوة لأنفسنا. من جهة الهيئة قمنا بعقد عدة ندوات، قام مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام ومركز الأمة للدراسات والتطوير فضلا عن القسم السياسي وقسم الإعلام وقسم الثقافة وأقسام الهيئة الأخرى، بعقد كثير من الندوات واللقاءات والمحاضرات اللي كانت شبه أسبوعية في هذا الصدد. أما القوى الأخرى هل قامت بذلك؟ هذا أمر يعود لها. ثالثا، الدعوة إلى اجتماع شرائح وفئات مجتمعية مهمة في كيانات وعناوين تمهيدا لمشاركتها في أي جهد عراقي جمعي قادم ودعم رأي عام عراقي وتوسيعته نحو حركة جماهيرية ناشطة. هذه فيها رسالة كثير من الشخصيات والشرائح والفئات المجتمعية، شيوخ العشائر، النساء، الطلبة، الشباب، العمال، المثقفين، الفئات المهنية عموما ما كانت مؤطرة في أطر تتيح لها العمل، فدعوناها لأن تؤطر نفسها تحت عناوين وغيرها حتى يسهل اندماجها في أي عمل وطني جبهوي واسع. بادر بعضهم ولكن إلى الآن هناك ضعف في هذا السياق. رابعا، الدعوة إلى عقد مؤتمر عام لتأسيس إطار عراقي جامع. يعني عراق الجامع أشبهها مثل القدحة اللي تقدح الفتيل. ما كانت الفكرة أنه نذهب إلى النهاية ونقول مشروع اسمه العراق الجامع ولا بد يبقى هكذا الاسم، وإنما هي مبادرة إعلان لتفعيل الجهود وتحريكه. يعني هذا الماء الراكد بدنا نحركه، بعد ذلك يصير المؤتمر العام. المؤتمر العام يتمخض عن إطار جبهوي، عن ميثاق، عن لجنة، عن جمعية وطنية، هذه كلها مطروحة. طيب ماذا يقوم المؤتمر؟ يقوم المؤتمر على أساس إصدار ميثاق للعمل المشترك، يقوم على أساس الوحدة واستقلال القرار العراقي ورفض التبعية للخارج القريب والبعيد وتعزيز السلم المجتمعي ويقطع الطريق على محاولات الانفراد ببعض القوى وسحبها لتنازلات انفرادية أو فخاخ معدة هنا وهناك، وهذا ما حصل للأسف، وتحضير الحل المناسب يحول دون وقوع العراق في فريسة الفراغ القاتل. وحيث نتبنى ما تقدم ذكره ونعتمد استراتيجية الإنقاذ والتغيير، فإننا نعلم أن هذه المهمة ليست سهلة، ونعلم كذلك ونعي تماما أن واقع العراق اليوم يعاني تدخلا إيرانيا ضارا بمصالح كل الضرر ونفوذا متناميا واحتلالا غير معلن أدى إلى إرباك المنطقة. ثم كلام في هذا السياق، ثم تذكير للمجتمع الدولي
وطرح الفكرة أو الفرصة اللي تحدثت عنها في بداية المحاضرة. تقول المبادرة إن دول العالم ولا سيما الإقليمية منها أمامها فرصة 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 تاريخية لتكون طرفا عادلا وفاعلا في إقناع المجتمع الدولي ورعاة العملية السياسية بتصحيح المسار الخاطئ في العراق. وأخيرا، كل هذا الطرح طبعا قد يسمع، قد تكون كثير من الآذان مصغية له، ولكن قد تكون هناك بعض المخاوف. فعملا على إزالة المخاوف نصت المبادرة على الآتي: إزالة المخاوف التي تراود بعض أطياف وتنوعات المجتمع العراقي من الآثار التي قد تنتج عن التغيير. تدرون هذه النقطة تستخدمها بقوة وبكثرة وسائل الإعلام الحكومية المعادية وسائل الإعلام الغربية، أنه أي تغيير قد يؤدي إلى اختلال مجتمعي ويعني انتشار حالة الثأر ومحاولة يعني الانتقام من العملية السياسية ومن أيدها، ويحاولون ينفخون في هذا السياق من أجل تخويف الناس وعدم تشجيعها على الالتحاق بعملية التغيير. هذه طبعا بعد ثورة تشرين خفت والحمد لله، هي كانت مؤشرة منذ ذاك الوقت. ثانيا، توسيع رقعة المشاركة الجماهيرية في مقاومة التدخل النفوذ الخارجي الضار بالعراق ومواطنيه وإقناعها بإمكانية توفير البديل. يعني توسيع، ليش الحديث دائما يقول لك هاي قوة وطنية مناهضة مقاومة إرهابية محسوبة على الفئة الفلانية على المكون الفلاني تريد إعادة نظام وما إلى ذلك؟ طيب هذا الكلام ثبت الآن أنه غير صحيح، والدليل المشاكل الجارية في العملية السياسية. فإذا كانت المبادرة حتى نوسع المشاركة الشعبية، نستثمر حالة تظاهرات 25 شباط 2011 اللي اشترك فيها جميع العراقيين بدون اتفاق بينهم، لكن دعوتهم للإصلاح طورت للتغيير 14 محافظة، يعني الوسط والجنوب كله اشترك، وحتى محافظات الشمال قسم منها وقمعت بالحديد والنار، سقط فيها شهداء ودماء وما إلى ذلك. طبعا تطورت كما قلنا، هذه الأمور تحتاج وقت، هي كظاهرة اجتماعية ما تنمو هكذا، تحتاج وقت طويل جدا. أعتقد الآن الظروف مناسبة وتحتاج بعد إلى نضج أكثر. وأعود مرة ثانية إلى تظاهرات تشرين، أنها أوصلت حقيقة أن المتضررين من النظام السياسي القائم هم جميع العراقيين، مثل ما كانت المبادرة تقول. وهي نقطة إيجابية قد تكون غير موجودة في وقت إعلان المبادرة. ثالثا، استقطاب قادة الرأي والشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع العراقي المشاركة في التغيير الحقيقي. هناك أغلبية صامتة من الشخصيات المستقلة، الشخصيات المثقفة، أصحاب الفكر، أصحاب التوجهات في داخل العراق في مختلف الساحات، في الجامعات العراقية، في النقابات العراقية، في سوح الثقافة والأدب والإعلام والفن، وكثير منهم لديه يعني قناعات لا تتفق بالضرورة مع ما هو موجود في الواقع السياسي، ولكن تحكم ظروف الحياة والعيش وغيره، يحتاجون إلى منصة، كنا نريد أن نوفر لهم هذه المنصة. رابعا، توحيد جهود القوى العراقية وتوسيع دائرة القوى المشاركة في مشروع التغيير تحت مظلة جامعة تتبنى مسؤولية تحديد المسار وتوزيع المهام. ونحكي بصراحة، لأنه قبل يقال لك بأن القوى المناهضة للاحتلال يعني قسم مع هذه الجهة على اليمين وقسم مع هذه الجهة على اليسار، قسم مع هيئة علماء المسلمين وقسم مع حزب البعث، ونواضحين وصريح. طيب نريد نقضي على هذا الموضوع، نقول القوى المناهضة للاحتلال تحت خيمة مشروع جامع، المؤتمر العراقي سميه، المؤتمر الوطني العراقي، الميثاق الوطني العراقي، تشترك فيه هاتان القوتان الكبيرتان الهيئة وحزب البعث وأطراف أخرى لتحديد المسار توزيع المهام. وبعد ذلك اللي يريد يشتغل اللي ما يريد يشتغل، يريد ننهي هذه الحالة من خلينا نقول محاولة خلق مسافة بين القوى العاملة من أجل تحرير العراق. طبعا بين الهيئة وبين حزب البعث طيف كبير من القوى الوطنية الأخرى، لكن احنا نتحدث الآن عن العناوين الرئيسة. هذه كانت الفكرة. طيب هذه الفكرة، هذه المبادرة تحتاج إلى محددات وأطر عامة حتى لا تخرج عن سياق المرسوم، عن طريق المرسوم. ما هي هذه المحددات؟ التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه والمحافظة على هويته واستناد سياساته في التنمية على المصالح المشتركة لمواطنيه وبناء الدولة الحديثة وفق الأسس اللازمة لذلك دستوريا وقانونيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا
وثقافيا. ثانيا، التزام بالنهج التعددي وحرية الرأي وفق آليات تحترم قيمنا وعراقنا وتقاليدنا ولا تتعارض معها. ثالثا، استبعاد آليات الانتقام السياسي وفسح المجال للعدالة وفق صيغة توافقية بين العراقيين لتأخذ مجراها لحفظ الحقوق وصون الأعراض والدماء والحيلولة دون تكرار ما حصل ويحصل الآن. الوعي بأن المأساة في العراق ليست مأساة طيف أو عرق أو منطقة أو محافظة أو مكان بعينه، وإنما هي مأساة وطن وشعب، وأن الاهتمام الآني بالمشاكل الجزئية هنا أو هناك لا ينبغي أن يؤثر في الصورة الكاملة للمأساة. وهذا فخ دائما يحاولون يجرونا له، يا أخي الصورة واضحة. نتحدث أحيانا عن قضايا تفصيلية لأنها وليدة اللحظة، أما ننشغل باللحظة وبالجزئيات وننسى الصورة الكلية، أو ننشغل بالصورة الكلية وما نتفاعل مع الصور الجزئية، راح نضيع حقوق كثير من أبناء البلد. خمسة، أن الحقوق لا تعطى وإنما تكتسب بفعل مؤثر وجهود مضنية وتضحيات كبيرة غير منقطعة. والهوية هي وليدة الاعتزاز بالموقف والمهمة والتكليف، وليست منة من أحد أو نتيجة لردة فعل أو تأثر بواقع حال وإن كان مؤلما وقاسيا وطويلا. وهي رسالة أن الهوية ما تتحقق بشعار، الهوية ما تتحقق بمشاركة بعمل سياسي، الهوية ما تتحقق بمؤتمر أو كتاب أو مشاعر عادية، الهوية ما تتحقق بإقليم، الهوية تتحقق بعمل من أجل خلاص العراق. الهوية قيمة عليا فيها عوامل كثيرة جدا، شرعية وسياسية ولغوية وتاريخية وحضارية واجتماعية وأمور أخرى. مو من السهولة اجتزاء في قطعة أرض أو اجتزاء في حزب أو اجتزاء في شعار أو في كتاب أو في تحالف مع هذه الجهة أو تلك أو في عداء مع هذا الطرف أو ذاك. لدينا مثال، معارك مع أعدائنا سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، أعدائنا معاهم على مستويين، مستوى فكري، وهذا العداء مستمر، وصراع الحضارات وصدام الحضارات هم من بدأوا، وهذا مستمر من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الروم والفرس، ومستمر إلى يومنا وإلى يوم الساعة. هذا له سياقه، شغلنا عنه بالصدام والصراع والعداء السياسي والاحتلالي الآن، فمعركتنا معركة وجود الآن مع هذين الطرفين. بعد أن تنتهي معركة الوجود لنا وعلينا وإن شاء الله تكون لنا، تبدأ نعود إلى معركة الصراع الفكري اللي ما تنقطع. فالخلط بين هالصراعين الفكري والسياسي، صراع الوجود، كانت محاولة للأسف يعني أقول غير بريئة في تلك السنوات. سادسا وأخيرا، استلهام روح المقاومة والانتفاضات والاعتصامات والثورات الشعبية مهم وضروري في تحديد مسار طريقنا نحو التغيير والخلاص. وتعلن الهيئة أخيرا بعد ذكر هذه المحددات عن الآت: فتح أبوابها لجميع أبناء الشعب العراقي من كل المكونات والأطياف للتواصل، وتسخير قدراتها كافة في سبيل تحقيق أهداف هذه المبادرة، وما يضمن وضع العمل الناجح في بداية الطريق من جديد. مو منة منها طبعا، لأن أحد الإخوة من الثقات اللي نحسن الظن فيهم ممن لديهم القدرة على قراءة الواقع والمشهد كما هو واجتراح الحلول له، قال: لو أن الهيئة لم تذكر هذه العبارة، وجهة نظره أنه لا، هذه منا من الهيئة، هذا فضل من الهيئة على القوى الأخرى لأنها تفعل كل هذا وتقول لهم بأنه هذا المشروع لكم. يقول: لا، الأصل بأن الهيئة قامت بكل هذا أن تقول أو لا تقول، وإنما تفعل، تقول هذا المشروع ونحن أولى به وأقدر على قيادته من النواحي الشرعية والمنطقية والواقعية والسياسية. يوم تقدمنا يوم تخلف الجميع، وتحملنا الصعاب يوم تخلى الآخرون، وبذلنا الدماء ونافحنا يوم تأول المتأولون. نعمك قوى أخرى بذلت مثله لكنها لم تتصدر المشهد السياسي منذ الساعة الأولى. طبعا رددنا عليه، قلنا له: حتى وإن كان هذا صحيحا فإن هذا لا يتفق مع روح المبادرة. يا أبا، احنا سوينا كل هذا الجهد، نخلي وراء ظهورنا، نبدي من نقطة الصفر. هذا الجهد تفضلوا اعتبروه جهدكم، أنتم اعتبروه جهد العراق، جهد عام،
وفوق كل هذا احنا مستعدين بانه نقدم كل خدماتنا، حتى اذا تقولون المؤتمر الوطني، الميثاق الوطني، الاطار الوطني لا يذكر الهيئه بالاسم، كنا في تلك اللحظه رغم انه هذا يحتاج قرار من الهيئه، لكن اكو توجه داخل الهيئه الى انه حتى الاسم، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوه واسوه. اذا تقول الهيئه نقوم بذلك، أو أنه نضع جميع إمكانياتنا في بداية الطريق من جديد قياماً منها بواجبها مع تعهدها بأن تكون جزءاً فاعلاً في أي جهد، جزءاً وعاملاً مساعداً ومنتجاً وناصحاً ومسدداً. فهمنا الأول هو تيسير السبل وفسح المجال لعجلة العمل بأن تمضي في طريقها بالتعاون بين الجميع وفق صيغة التعاون المشترك، اقتناعاً منا بأن نقاط قوة المشروع العراقي الجامع هي في اجتماع كلمة أطرافه وتعاونها وتوافقها، والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل. هكذا ختمت المبادرة. بعد ذلك بدأنا بالعمل الجاد واللقاء مع القوى الوطنية، وجرى ما جرى وقتها مما تعرفونه في اللقاء، لقاء الدوحة وما ترتب على ذلك للأسف من محاولة تغيير هذا المسار إلى مسار آخر وعدم التزام بهذه المحددات اللي على أساس صغنا ما سميناه في وقت ثوابت المشروع الوطني. مو صغنا احنا في الهيئة، وإنما احنا واحد القوى الوطنية الأخرى، وجلسنا على هذا الموضوع أيام وصغنا ثوابت العمل الوطني اللي هي تعزز ما ذكر هنا من محددات، لكن للأسف جرت يعني المياه في مجرى آخر وجرت الرياح بسفننا في بطريق آخر، فتوقف المشروع. بدأنا عام 2016 بإحياء الفكرة من جديد، وتمخضت في عام 2017 في اجتماع موسع جدا جرى في هذه القاعة للقوى المناهضة للاحتلال، وقلنا بما أنه المشروع تعثر في السنوات الماضية 2015-16 خلونا نتجاوز المراحل الأخرى ونقفز مباشرة إلى الهدف الأساس. شنو الهدف الأساس؟ أنه يكون المؤتمر مثل ما سمعتم مؤتمر وطني عام، يشكل لجنة وطنية تضم جميع الأطياف، وهذه اللجنة هي المخولة بالعمل السياسي الخارجي، هي تلتقي بالدول، تلتقي بالجهات الإقليمية، تلتقي بالجهات المحلية، تعرض وجهة نظر العراق الوطنية، حتى لا يقال بأنه هذه وجهة نظر الجهة الفلانية أو وجهة نظر الجهة الفلانية. ثم يتمخض عنها ميثاق وطني هو السقف اللي يجمع كل المحددات والأسس اللي تحدثنا عنها. فعدنا من جديد إلى فكرة الميثاق الوطني اللي نصت هذا الميثاق الوطني اللي هو آخر جهد في هذا السياق. فهذا نص الميثاق الوطني اللي يقول بأنه هذه هي ثوابت المشروع الوطني، هذه سقوف المشروع الوطني في حدها الأدنى والأعلى، لا يمكن لأحد أنه يؤمن بأقل من هذه أو يعمل أقل من، لأنه أي عمل بأقل من هذه معناته انحياز العملية السياسية أو تنازل عن ثوابت المشروع الوطني. وقد صيغت بالتوافق بين جميع الأطراف، بين جميع الأطراف، بغض النظر عن أنه جميع الأطراف شاركت في النهاية أو إلى نهاية الطريق مع القوى الأخرى أو توقفت أو تراجعت أو انسحبت. فإذا كل هذا الجهد وإدارة العراق الجامع لخص في الميثاق الوطني، لكن هذا الميثاق هو وثيقة، أشبه بوثيقة دستورية تبين للعاملين في العمل الوطني العراقي القواعد والأسس التي ينبغي أن يلتزموا بها في عملهم. هي ليست الإطار الوطني الجامع اللي كنا نتمناه، وليست خلينا نقول الجبهة العريضة الوطنية التي نطمح إليها، وإنما إذا ما استطعنا أن نحصل على ما نريد فعلى الأقل نحافظ على الثوابت، وما زال هذا الميثاق هو السقف هذه الثوابت. أي عمل جبهوي إذا الله وفق وصار عمل قريبا أو بعيدا ينبغي أن يقوم على هذه الأسس، وهي ليست نصا لا يقبل التعديل، لا يقبل التعديل في فحواه نعم، لكن يقبل التعديل في عباراته، في سياقاته، في تعديله وفقا لصيغ الخطاب المعهود الآن، إيجاد وسائل جديدة، إضافة نقاط جديدة. أما هذا جهد مشترك، ليس جهد هيئة علماء المسلمين، هذا جهد العمل الوطني منذ عام 2003. لأن احتوى ماذا؟ احتوى هذه الجهود فضلا عن ذلك
كل مواثيق العمل الوطني وجلسات العمل المشترك للقوى الوطنية حتى التي جرت في سوريا في عدد من مراكز الدراسات، جرت جلسات ولقاءات وندوات كلها تمخضت عن بيانات، صغناها جميعا، جمعناها وخرجنا منها بمبادرة العراق الجامع. ثم أعيدت صياغة، لأن هذه عبارات عامة، مبادرة ليست مشروع تفصيلي، يعني هذه أشبه ما تكون بمواد تحضيرية. ثم أخيرا صغنا منها القانون، وهذا أوسع جهد مشترك لأنه اشتركت فيه كل القوى هنا في الأردن وفي تركيا وفي العراق وفي الدوحة، أيضا كان لقاءات كثيرة ومحاضرة خاصة عن هذا الموضوع. فهذه وثيقة مهمة تحتاج إلى جهد كبير، لكن يعني لا يدرك الأمر تماما كما نريد أو نتمنى. حتى هذه الوثيقة التي لكل قوى سياسية عراقية مناهضة الاحتلال يد فيها وفضل فيها وبصمة فيها، يتعامل بعضهم معها الآن على أنها وثيقة خاصة بجهة خاصة أو أنها تابعة لجهة فلانية. أنا أقول لكم بصراحة وأختم، أطلت عليكم، الأصل بأنه يكون هذا عمل عام كما هو، والأصل بأنه نراعي أن تكون هناك مسافات بين الجهات والهيئات والأحزاب والقوى والمشاريع العامة، ولكن أعتقد تجاوزنا هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي شخصيا خليته وراء ظهري، بعد ما يهمني يعني كلام أنه هذه الميثاق تابع للهيئة، مشروع العراق الجامع مشروع خاص بالهيئة، هذا المركز وهذا المؤتمر قريب من الهيئة، ما يهمني بعد هذا الشيء، لأنه لا يمكن الفصل في عالم السياسة ولا الواقع في هكذا أمور. كل الدول والهذا مسوية واجهات، لماذا يتم التعامل معها إلا في حالة الهيئة؟ لا، طيب هل في الهيئة ما يعيب؟ هل في الهيئة ما يشين؟ هل في الهيئة مواقف تاريخية قد لا تعجب الآخرين؟ وللأسف أنه يعترضون في الغالب عليهم ملاحظات ووقعوا في أخطاء وتجاوزنا عنها وغضينا النظر عنها. لا، هناك حساسيتان أقولها بكل وضوح صراحة. الحساسية الأولى، شو نسوي؟ ما نقدر واحد يخرج من جلده يرمي عمامته ويشيل لحيته، يعني ليش العمامة واللحية تم التعامل معها في كل العالم؟ قوى السياسية، النظام السياسي المهيمن الآن علينا، مو نظام العمامة، مو نظام ولاية الفقيه، لماذا يتم التعامل معه بكل أريحية ودول تدعم ودول تستقبل ودول تحتضن ويعتبرهم شخصيات سياسية، مع أنه حتى في ميزان السياسة لا يسوون شيء؟ بل هناك دولة قائمة، دولة عمائم، طبعا هنا الكلام عن مصطلح العمامة بالاستخدام الآخر، ولا العمامة شعارنا الذي نعتز به. إيران دولة قائمة على نظام ديني وليس شرعي أو سياسي، نظام ديني، ونظام ديني قاصر، ونظام ديني محصور بفئة وبمكون معين، ونظام ديني أيضا قائم على فكرة مختلف فيها أيضا بين فقهاء، خلينا نقول الشريعة عندهم. ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودها من سنوات طويلة للتفاوض معها في ملف من الملفات، هذا كله يكون في جانب. بعض الإخوة من عرضنا عليهم الميثاق الوطني كفكرة يقول أتفق معكم تماما، ولكن أعتقد بأن طرحه من هيئة علماء المسلمين غير مناسب، لأن ينظر لكم على أنكم هيئة دينية وهيئة سنية، وما قال الثالثة أنا أقوله، وهيئة إرهابية. طيب ماذا نفعل؟ لماذا تتعامل معنا دول؟ لماذا تدعونا مؤسسات ومنظمات؟ لماذا تتواصل معنا الأمم المتحدة؟ أسئلة وعلامات استفهام كبيرة جدا. ثم الآن هي السياسة الدينية حاكمة، الهند الآن وما يفعل فيها الحزب الحاكم ليست سياسة دينية مقيتة جدا وعنصرية، تتحدى كل المواثيق والقيم والعلاقات الدولية وغيرها، ومع ذلك ولا كأنهم يفعلون شيئا على أساس ديني، بارك الله فيك. فهذا الشق الأول ينظر لنا هكذا. الشق الثاني، وهو للأسف المفروض أنه يكون يعني مو في البال، ولا اللي هو التنافس. لماذا تطرح الهيئة هذا؟ طيب والهيئة بادرت وتقول تطرح وتعال نشارك، تسكت انتم ما تطرحون، اذا ما انت سكتت وانا سكتت كيف يطرح العمل؟
بعدين لابد من قوة أو جهة أو غيرها تكون فاعلة في إطار العمل الوطني. هذه هي سنة الحياة وهذه هي طبيعة المجتمعات، وهذا هو الحراك الحاصل في كل قوى المناضلة، سواء كانت في على مدى مجال في مجال المقاومة أو في مجال العمل السياسي. طيب هذه القوة الفاعلة تقول أنا أطرح الفكرة ومستعد للانسحاب من المشهد، وسويناها أيضا، سوينا تجربة في عام 2016 وما نجحت التجربة، قلنا لهم ما دمتم هكذا إذن اذهبوا باتجاه إنشاء مشروع وطني، والهيئة مستعدة أنه تتراجع قليلا حتى تفسح لكم المجال للعمل، وخذوا ما شئتم من أعضاء الهيئة وسندعمكم حتى يعني ماديا 4-5-6-7 أشهر، وفشل المشروع أيضا لأن ما كان تجربة يعني أيضا جدية وإلى ذلك. فالقصد موضوع التنافس على ريادة وقيادة العمل الوطني للأسف هذه ليست في ذهننا أبدا، بل نتعرض للنقد من كثير من الأحباب والأصدقاء وأعضاء أنه أنتوا دائما تتنازلون عن حقوقكم. طيب التنازل مو من أجل غاية، مو من أجل هدف، مو من أجل مصلحة. ما هو الهدف؟ مو تحرير العراق؟ خليه يتنازل بس يتحرر العراق. إحنا هيك وهيك تاريخنا ضايع ومسروق وغيره، حتى المقاومة الآن يحاولون سرقة تاريخه. الله سبحانه وتعالى يعلم والتاريخ يسجل والوثائق شاهدة والجهود المبذولة، ويجي وقت يعني هي الناس تدفعك إلى أنه بعدين منه قال أنه القيادة والريادة في كل وقت هي صحيحة وضرورية ونافعة. قد تكون من أكبر الأخطاء هو قيادة عمل ما في مرحلة التغيير، لأنه مراحل التغيير الحاصل الآن بالتجربة في كل بلادنا العربية ودول العالم، من يتولى الزعامة والقيادة وإدارة الأمور بعد مرحلة التغيير مباشرة يضيع في عجلة التغيير. والأمثلة والشواهد حولنا، ماكو داعي نصرح نتكلم. إذن يا إخوة، هذه مبادرة العراق الجامع، هاي ظروف النشأة، هذه الدواعي وهذه المحددات وهذه الدعوة وهذه التمنيات وهذه المآلات. بارك الله فيكم، شكرا لكم، وأعتذر عن الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، وللحضور الكرام جزيل الشكر والتقدير على حضورهم وتشريفهم لنا. إلى لقاء آخر بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.